ننتقل مباشرة لاتصال هاتفي مع الأستاذ حسن الجردي لنتعرف على أحوال الطقس. صباح الخير أستاذ. صباح الخيرات، صباحك يا هلا. بداية كل عام وأنت بألف خير بمناسبة شهر رمضان الكريم. خلينا نعرف من حضرتك أستاذ كيف عم تكون أحوال الطقس بمحافظاتنا السورية؟ هل رح نشهد بالأيام القادمة منخفضات؟ خبرنا بشكل عام كيف عم تكون درجات الحرارة؟ هلا بداية صباح الخير للسيد. صباح النور. الإخبارية السورية إن شاء الله كل عام بخير. أنت بخير يا رب. بشكل عام الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة، نحن كنا عم نتأثر بمنخفض جوي بلش من أول امبارح الخميس، كانت عطاها طلاس مطرية متفرقة، كانت الفرصة جيدة امبارح بالساحل السوري وأجزاء من الغربية والوسطى. أكبر كمية هطول كانت بمحافظة اللاذقية منطقة الحفة 58 ملم، والصنفة 36 ملم بالقصيلبية، 8 ملم بمحافظة اللاذقية مركز المحافظة. كان في عنا هطول بمركز المحافظة 9 ملم، بالقرداحة 17 ملم، مطار شهيد ناصر الأسد الدولي 16 ملم. محافظة طرطوس كان أكبر كمية هطول فيها بمنطقة القدموس 24 ملم، بطاقيتها 19 بدر 19، بالسلمية بحماة 2 وادي العيون 21، بمنطقة الغاب شطحة 25 ملم، بحمص الناصرة 24، مرمريتا 25 ملم، بإدلب 1، أرمناس 6. الهطولات كانت بمناطق متفرقة من البلاد. هلأ اليوم بتبلش الأجواء تميل للاستقرار بشكل تدريجي، في الحرارات في عليها ارتفاع بتطلع حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل. الأجواء بشكل عام أجواء عم تكون غائمة جزئيا في مختلف المناطق، مع بقاء فرصة بإذن الله تعالى لهبة زخات من المطر فوق أجزاء من المنطقة الساحلية والشمالية والوسطى. وخلال ساعات الليل عم تستمر الأجواء مائلة للبرودة خاصة على المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة 45 كم بالساعة. البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. هلا بكرة في ارتفاع واضح وملموس لدرجات الحرارة، الحرارات رح تصير أعلى من المعدل من 2 إلى 5 درجات مئوية، وبشكل عام الأجواء بين المنخفضة والغائمة جزئيا. وخلال ساعات الليل والصباح في المنطقة الوسطى والشمالية الغربية، هل هيدا الارتفاع بدرجات الحرارة رح يصبح منخفض جوي رح يتأثر فيه اعتبارا من نهار الاثنين، يستمر معنا حتى نهاية هيدا الأسبوع. رح يكون فيه هطولات مطرية بتوصف من متوسط إلى شديد الفعالية، ذروته رح تكون نهار الثلاثاء، في حالات انقشاع نهار الأربعاء والخميس الظهر ترجع تتجدد الفعالية، الخميس بالليل ونهار الجمعة بإذن الله تعالى في نشاط بسرعة الرياح، فروقات الحرارة رح تكون واضحة، انخفاض واضح وملحوظ بدرجات الحرارة. رح يكون الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك مختلف تماما عن الأسبوع الأول. الأسبوع الأول من شهر رمضان كانت أجواء معتدلة ربيعية مستقرة دافئة بمعظم المناطق باستثناء حالة عدم الاستقرار اللي شاهدناها نهاية الأسبوع، بينما هذا الأسبوع رح يكون مختلف من منتصف الأسبوع من الاثنين حتى نهايته رح نكون على موعد مع منخفض جوي من متوسط إلى شديد الفعالي بيؤدي إلى هطولات مطرية مترافقة بالعواصف الرعدية وحبات ارتفاع واضح وملحوظ بدرجات الحرارة، إضافة إلى نشاط بسرعة الرياح. ذروة هيدا المنخفض حتكون نهار الثلاثاء، والخميس بالليل ترجع تتجدد الفعالية، والجمعة نهار درجات الحرارة المتوقعة من العاصمة دمشق اليوم 19.7، القنيطرة 15.6، القلمون المرتفعات الجبلية 13.3، درعا 19.8، سويداء 16.6، المنطقة الوسطى 5 وحماة 19.7، الحسكة منطقة الجزيرة 18.6، الساحل السوري النادية وطرطوس 21.12، بالشمال حلب وإدلب 18.6، دير السور الرقة وكمان المنطقة الشرقية 21.6، وأخيرا بالبادية مدينة تدمر 19.8. أستاذ حسان الجردي شكرا لحضرتك لكل المعلومات اللي ذكرتها، وإن شاء الله هيك يكون هذا الجو خفيف ولطيف ضمن الشهر الكريم. ساعد اليوم الصايمين يا هادي إن شاء الله يقضوا أنهارهم ويكونوا ما يروحوا للعطش والجوع الشديد. شكرا لحضرتك، وبردا وسلاما دائما بنقول على سوريا الحبيب.